معلومة على المشي، اشتري شكارة ملح خشن تقريبا ب 20 أو 30 جنيه، وكل أسبوع ارمي منها يعني بمقدار كوباية شاي ملح في كل حتة، بقى بلع حوض قعدة حمام، وهتلاحظ الفرق في البيت. هات علبة فاضية وحط فيها شوية ملح ونص ليمونة وشوية خل عليهم، وما تكترش الخل عشان الريحة، وحطها تحت السرير، تحت كل سرير علبة، وهتلاحظ الفرق في البيت وفي النوم. حرك العفش ونضف تحته وارمي ملح تحته وسيبه، ونضف فوقه التراب والكراكيب، وارمي الدباديب والأشكال بتاعت الحيوانات واللعب والطيور اللي في البيت، وهتلاحظ الفرق. اقفلي باب الحمام طول الوقت، وبالليل ولعي فيه النور لمدة أسبوع، وبعدها اقفلي بابه وما تولعيش النور، وامسحيه بمية وملح وشبه، هتلاحظ الفرق. رش المراتب بمية مرئية بالقرآن طبعا، وعطري فرشك وسريرك بمسك بودرة أو ماء، مجرد ريحة بس. شيلي الكراكيب اللي تحت السرير ونضفي تحته، هتحس بفرق كبير. رجلك تعباكي، حنيها بحنة بلدي بس عجنيها بمية ورد، وهتشوفي الفرق. شيل الصور من البيت، احفظيها في درج أو دولاب، وقفي في اتجاه القبلة في كل مكان في البيت ما عدا الحمام، وادعي هتحس الفرق. بخاري بيتك بحبة البركة، بس بلاش الحمام يخش نار أو بخور، ولكن وانت بتبخري سيبي بابه مفتوح، ممكن تضيفي شيح للبخور وشوفي هتنامي ازاي والأرق هيروح ازاي. ارمي الكراكيب اللي مش عايزاها، وارمي الهدوم القديمة والأكياس والكراتين اللي مالية البيت. الكركبة بتجيب ضيوف مش لطاف. رتبي بيتك واستغني عن اللي ملوش لزوم، وشوفي الفرق. لما تمسحي بيتك وحطي شوية ملح وخل في الجردل، ويا سلام لو تشتري مية زهر وشابة كمان، ودول يبقوا معاكي كل مرة بتمسحي، هتحسي بفرق كبير. شغلي سورة البقرة في البيت وعلى الصوت، وعلي الصوت وافتحي الأبواب والشبابيك يومين على الأقل في الأسبوع، وبعدها اقفلي البيت وشغلي سورة آل عمران بصوت مسموع وهادي. ويا سلام لو عود بخور مسك يتولع في البيت، حاجة جميلة أوي. باختصار، رتب حياتك لنفسك، محدش فضيلك يرتبها لك. اطرد الطاقة السلبية من البيت عشان تحس انه بيت وتحب وجودك فيه. غير تتغير. على فكرة انا ما جربتش ولا حاجة من دول، فحبيت انصحكم علشان تجربوا وتحسوا بالفرق، وتقولولي علشان انا كمان عايز اجرب. صباح الفل.